Chapter 8, Part 2, Transport in Mammals, Blood, Tissue Fluid and Lymph. Blood. بالنسبة للبلد احنا اخدنا قبل كده ان البلد هو عبارة عن connective tissue، وطبعا لو اخدت sample من البلد about say 10 cubed centimeter of blood وعملت له centrifugation البلد بتاعنا ده هنلاقيه طلع about 55% بلازما و 45% formed elements. مقصود بالformed elements هي cellular parts من البلد اللي هي ال red blood cells وال white blood cells وال platelets. طبعا ال red بيسموها erythrocytes وال white اسمها leukocytes وال platelets اسمها platelets. طيب ال platelets مع leukocytes بتكون حاجة اسمها buffy coat، وال buffy coat نسبته زي ما انتم شايفين نسبة بسيطة خالص. نشوف كده هوت ال white انواعه ايه. انواعه كتير، هما طبعا اكتر من كده بكتير، لكن دول الميجور بارس من الوايت بلاد سيلز. بنشوف كده هوت ان الوايت بلاد سيلز فيها نيوتروفيلز، ودي تعتبر واحده من الفاجوسايتس اللي هي باسس ثرو بلاد سيركيليشن، ما بتروحش للتيشو الا اذا كان في سيفير او اكيوت انفلاميشن في التيشوز. طيب الليمفوسايتس هي عباره عن سيلز السايز بتاعها نيرلي قد السايز بتاعت الريد، وطبعا هي ريسبونسبل فور انتي بودي برودكشن عن طريق البيتا سيلز. وفي انواع من تانية من الليمفوسايتس زي تي سيلز، وحتى تي سيلز ليها انواع اخرى هناخدها في الاميونتي ان شاء الله. لكن ميجور بتعمل ديفنس باي برودكشن اوف انتي بوديز. بنيجي عند المونوسايتس، هي برضو واحده من الفاجوسايتس، والفاجوسايتس اللي من النوع المونو ما تشتغلش او بتبقى اكتف قوي، لان عندها الابيليتي انها تعمل سكويزنج ثرو جابز ان كابيلري، ولما تخرج من الجابز بتاعت الكابيلريز بتروح للتيشو وتبتدي تشتغل اس ماكروفيج. واضح انها اكبر سيل من الوايت. غير كده هوت لما توصل للتيشو بتعمل فيدنج على اي جيرم موجود، وطبعا بيزيد العدد بتاعها كماكروفيج وقت الانفلاميشن او وقت الاكيوت انفكشن. ليه؟ لانه اصلا بيبقى انكريز بريميابيليتي بتاعت الكابيلاريز ليها، والجابز بتوسع، فبيبقى سهل اكبر عدد من المونوسايتس اللي بيتحولوا ماكروفيج في التيشو. الازينوفيلز والبازوفيلز دول خاصين بالباراسيتيك انفكشن، وكمان خاصين بالالرجي. ومقصود بالالرجي زي بعض الناس مثلا لو اكلوا او شربوا مانجا يجي لهم الرجي راش على السكن. ممكن في بعض الناس اجينست فيش، اجينست ستروبري مثلا، حتى البروتينز موجودة في الويت جرينز ممكن تبقى الرجي لبعض الناس. طيب يبقى الازينوفيلز والبيزوفيلز خاصة بالكلام ده. نكمل كده مع بعض، بنلقى بعد كده الكومبوزيشن بتاع البلاد بلازما مكوناته ايه. بنلقى الكومبوزيشن ده ببساطة جديدة اللي هما يمثلوا 55% معظمها ووتر، about 90% من البلازما ووتر. طيب ليه ووتر؟ لان الووتر يمثل جنرال سولفنت لموست السوليبل سبستنس، لانه اصلا كومباوند بولر زي ما انتم عارفين من الكيمستري، يقدر يعمل ديزولفينج لموست الايونز الموجوده في جسمنا، كما برضو موست الانزيمز والهرمونز برضو كلها سوليبل ان ووتر. بالنسبه للايونز الموجوده بلاقي الايونز دي ممكن صوديوم، كالسيوم، بوتاسيوم، مغنيسيوم، كلورايد ايونز، بايكربونيت. لما تذكر اي سيريت ايونز من فضلك اكتب صوديوم ايونز واكتب الشارج ان اي بلس بوتاسيوم K بلس كالسيوم Ca بلس 2 and so on. طيب يا ترى ايه لازمة الايونز دي؟ الايونز مهمة جدا، يعني بناخد ان الصوديوم مثلا والبوتاسيوم بيعملوا حاجة او ليهم دور في السيل ممبرين، في حاجة اسمها صوديوم بوتاسيوم بامبس مهمة جدا حتى في النيرف امبالسز باسنج او كوندكشن، محتاجين الصوديوم ومحتاجين البوتاسيوم وحتى محتاجين الكالسيوم في منطقة السينابسز، فنلقى الكلام ده مهم جدا. طيب الكلورايدز مهمة جدا فور اسموتيك بالانس، ونفتكر كده الديزيز الخاص بالكوليرا في الاوليفل
لما كان في كوليرا موجودة في الجات، كانت سكريت توكسين. التوكسين ده بيعمل ديستيربانس للجيتس الخاصة بكلورايد آيونز، فتخرج الآيونز دي من السيلز تروح للجات، جات ليومن، وبالتالي يتبعها على طول خروج الصوديوم، وبالتالي الكلورايد بره والصوديوم بره في اليومين بتاع الجات، يتبعها خروج الووتر، وبالتالي برضو بيكون حاجة اسمها ووتري فيسز. دي علامة من علامات الكوليرا طبعا، واحدة من السيمتومز بتاعت الكوليرا. طيب الأيونز بصفة عامة مهمة جدا لجسمنا، في الأسموتيك بالانس، في النيرف امبالسز كوندكشن، كبي اتش بافرينج. يعني الأيونز دي ليها شيء من السولوبيليتي، يعني بتعمل as buffer، يعني بتعمل avoid change in pH للسوليوشن بتاع البلاد بلازما. معروف ان البلاد بلازما بتاعتنا او البلاد بصفة عامة البي اتش بتاعته 7.2، يعني slightly alkaline. لو اخدنا برضو البلازما بروتينز، البلازما بروتينز دي قد ايه مهمة جدا لجسمنا، ومعظم البلازما بروتينز بينتجها الليفر اذا ما كانش كلها، الالبومين والفيبرينوجين والاميونوجلوبولين زي الجلوبولين، كلها دي بلازما بروتينز. طيب في حالة لا قدر الله لو كان الليفر فيه مشكلة في بروسيس أو سيروسيس، بيبقى عاجز عن تكوين بالأخص الألبوم، وبالتالي الاسموتيك بالانس بيبقى امبالانس، وبالتالي بيحصل ليكج للليكويد والفلويد الموجودة في التيشوز، تروح ناحية الأبدومين وتعمل حاجة اسمها إيديما أو أوديما. الإيديما أو أوديما الاتنين دول عبارة عن سويلينج للتيشوز، ويبقى سوفت قوي، وده ممكن يكون علامة من علامات الدينجرز ديزيز في الليفر، بالأخص في أوقات السيروسيز أو الفيبروسيز، أو قد يكون سبب تشينج في البلاد بريشر. فمهم جدا الاسموتيك بالانس اللي بيحققه وجود البروتينز المختلفة. نكمل بعد كده الفيبرينوجين. الفيبرينوجين مسؤول عن البلاد كلوتينج زي الميكانيزم اللي خدناه قبل كده في الاو ليفل، انه بيكون فيبرين، بعد كده بيبقى انسوليبل ويعمل سيلينج للووند. الميونوجلوبولينز محتاجينها طبعا، محتاجينها في ايه؟ الليمفوسايتس النوع بيتا ليمفوسايت، بتقدر تاخد الميونوجلوبولينز دي او تقدر تصنعها في شكل انتيبودز. هي اصلا اساسها جلوبولين، لكن لما نستفيد منها من ناحيه الليمفوسايتس بتصنع بيها انتي بوديز، اوكي، فور ديفنس. اخر ماتيريال ممكن نلاقيها سولوبل ان بلاد بلازما، هنلاقي النيوترينس المختلفه زي الجلوكوز والفاتي اسيدز والفيتامينز، الويست برودكتس اوف ميتابوليز زي اليوريا والكرياتينين ويوريك اسيد، ممكن ريسبيراتوري جاسز زي مثلا لو اخذنا الاكسجين والكربون دايوكسيد، زي الهرمونز ايا كان نوعها، سواء استرويد هرمونز او بيبتايد هرمونز او بروتين هرمونز، كلها سيركوليت ان بلاد بلازما. لو حابين نعمل اناليسز وعمل ديتكشن او تشيك في اللاب على اي حاجه من دول، طبعا اللاب تكنيشن بيفصل البلاد بلازما ويشوف الانجريدينتس او الحاجه المطلوبه. حتى بقدر اتحكم او اعرف عن طريق بلاد بلازما هل في انفكشن مثلا ب اتش سي في اللي هو الهيباتيتس، ايا كان نوع الهيباتيتس ده ايه، ايدز، بشوف الانتيبوديز دي موجوده في البلاد بلازما. طيب قال لك برضو هنا هوت من ناحيه السيلز كشيبس، الشيب هنا هو بتاع الريد بلاد سيلز، احنا عارفين انها باي كونكيف ديسكويد شيب، وطبعا باي كونكيف علشان تو انكريز سيرفيس اريا فور بيك اب اوكسجين. العدد بتاعها ميجور نمبر، بيبقى عدد كبير جدا 5 تو 6 مليون بير كيوب مليمتر، عدد مهول. طبعا الكلام ده بنعمل له كاونت بطريقه خاصه، لا اما مانيولي عن طريق جريد سلايد بتبقى في اللاب، وليها طريقه بالديليوشن، وبعد كده بقدر اعمل كاونت بفاكتور معين، او بيبقى اوتوميتد ماشين بندخل بس السامبل بيعمل كاونت ببساطه جديده. طبعا الفانكشن بتاعت الريد بلاد سيلز ترانسبورت اوكسجين اند هيلب ترانسبورت للكربون دايوكسيد، يعني ميجر فانكشن ترانسبورت اوكسجين، لكن ممكن يشيل نسبه من الكربون دايوكسيد لا تتعدى 10% من الكربون دايوكسيد اللي هو ريليز ديورينج ريسبيريشن. الوايت بلاد سيلز ديفرنت تايبس، هم اكتر من كده بكتير، لكن الميجر اللي عندي في الكورس او في الشابتر ده بنتكلم على الليمفوسايت اس
manufacturing of antibodies بالأخص البيتا سيلز والمونوسايتس اللي بتتحول لماكروفيج لما تخش للتيشو والنيوتروفيلز اللي هي تعتبر فاجوسايت لكن في بلاد ستريم وتحت الضرورة القصوى ممكن تتحول لفاجوسايت داخل التيشو. البليتلس فور بلاد كلوتينج العدد بتاعها من 250,000 to 400,000 بليتلس بير كيوب مليمتر نيدد فور بلاد كلوتينج. هنا النمبر برضو بتاع الليكوسايتس ما بين 5,000 to 10,000 يعني النمبر او في بعض اللاب ممكن يبتدي من النورمال من 3,000 لغايه 10,000. طب لو زاد عن كده الوايت بلاد سيلز لو زاد مثلا سي 50,000 to 100,000 دي indicate in something wrong like leukemia for example. اوكي يبقى محتاج اكسترا انفستيجيشن في اللاب. نكمل كده مع بعض بنشوف طبعا يا ترى البلد ايه الفانكشن بتاعته. بلد فور ترانسبورت لو كلمنا عن بلد فور ترانسبورت هو ترانسبورت نيوتريانس. النيوتريانس يعني completely digested food stuffs زي مين؟ زي جلوكوز والامينو اسيد وفيتامينز ومينرالز carried in plasma. منين؟ from a small intestine where villi are present to all body cells. طب الاكسجين يا ترى؟ الاكسجين needed طبعا for respiration. البلد carry oxygen from red blood cells from carried by red blood cells from lungs to all tissues. الكربون دايوكسيد طبعا الكربون دايوكسيد بالعكس returned back to lungs in plasma طبعا carried by plasma and red blood cells from respiring tissues. اليوريا الليفر هو اللي بيصنعها يبقى transported from liver to kidneys through blood طبعا. الهرمونز ايا كان الهرمون ايه نوعيته steroid hormones peptide او protein hormones كلها carried by by blood. معروف ان الهرمونز وايد سبريد ان بلاد ستريم لكن ما تاثرش على الريسبتورز او التارجت سيلز الا اذا كان التيشو ده اللي بسميه تارجت عليه ريسبتورز سبيسيفيك لمين للهرمون. طيب الانتيبوديز هي عباره عن بروتين ان نيتشر بروتين مولكيولز برودوس باي سيرتين لمفوسايتس تو فايت انفيكشن اند ديستريبيوتد ان بلازما. هناخدها ان شاء الله في شابتر 11. الهيت طبعا الهيت formed in highly metabolic organs like what like the liver like the muscle like the abdomen in certain part. بنلقى الهيت دي distributed by blood. blood بياخد ال excess heat ويوزعها لكل ال body organs or system علشان يدي warmth أو maintain body temperature constant. ده example الهوميوستيسيس. لو كلمنا عن الريد بلاد سيلز هنلاقي الريد بلاد سيلز احنا اتفقنا انها باي كونكيف. الصوره دي متاخده بسكاننج الكترون مايكروسكوب اسمها سكاننج الكترون مايكروجراف او يوزد او بريديوس باي سكاننج الكترون مايكروسكوب. بنلاقي السيلز دي باي كونكيف ديسكويد شيب علشان تعمل بيك اب لمور اكسجين. طبعا الاكسجين الكتير ده كاري تو ريسبايرنج تيشو علشان الريكويرمنتس. يا ترى جوه الريد بلاد سيلز في ايه؟ في هيموجلوبين مولكيولز يقال او معلومه يعني ان في كل ريد بلاد سيل تحتوي على 250 مليون هيموجلوبين مولكيول. طيب الهيموجلوبين مولكيول الواحد بيكون من ايه؟ بيكون من 4 بوليبيبتايد شينز 2 فيهم الفا و2 بيتا. واضح طبعا ده يعتبر كوترنري ستراكشر للبروتين لانه بيكون من اكتر من بولي بيبتايد شين. كل بولي بيبتايد شين فيها هيم جروب كل هيم جروب فيها ايرن والايرن اللي موجود في الهيم جروب في السنتر ده يعتبر من نوع الفيرس اف اي بلس 2 ايون يعني يقدر يبقى اوكسيدايزد ويتحول اف اي بلس 3 لو هو ابتيك للاكسجين. طب الهيموجلوبين مولكيول يقدر يشيل كام اكسجين مولكيول؟ يقدر يشيل 4 لانه عنده 4 هيم ويقدر كاري 4 مولكيولز اوف اكسجين. طبعا توتالي هيبقى كاري حوالي 8 اتومز من الاكسجين. اخر حاجه ده خلاصه للفانكشنز بتاعت البلد من ناحيه كارينج هيت فور اكزامبل من دايجستيف سيستم او من الليفر يوديها للبلاد سيركيليشن. طبعا ريسبيراتوري جاسز باي ديفيوجن بينها ما بين البلاد كابيلرز حوالين الالفلي. الهرمونز من الاندوكراين جلاندز طبعا الريكويرمنتس البلاد بيديها للسيلز وياخد منها الويست
وطبعا الويست دي البلد بيديها للسكريتوري اورجان زي الكيدنز. ثانك يو.